بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 47 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها رحمه الله تعالى ونفعنا به: لا نهاية لمذامك إن أرجعك إليك، ولا تفرغ مدائحك إن أظهر جوده عليك. لا نهاية لمذامك إن أرجعك إليك، ولا تفرغ مدائحك إذا أظهر جوده عليك. هذه حكمة قصيرة مختصرة جدا، لكنه تتضمن، لا أقول معنى، بل معاني واسعة وكثيرة. الإنسان إذا أحاله الله ووكله إلى نفسه ولم يكرمه بألطاف من لدنه، لم يكرمه بعناية، بحماية، برعاية، فلم يكون على وجه الأرض مخلوق شر منه. وأما إن شاء الله عز وجل أن يلطف به وأن يجعله محل عنايته ورعايته وأن يكرمه برحماته، فلن يكون على وجه الأرض خير منه. هذه خلاصة ما يعنيه كلام ابن عطاء الله. وابن عطاء الله إنما أخذ هذا من كلام الله سبحانه وتعالى في كثير من آي كتابه المبين، كما سنجد إن شاء الله تعالى. طيب، ما السر؟ السر أن الإنسان مخلوق من تراب، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. فالجنس الأول الشامل لكل ما تفرع منه الإنسان هو التراب، والتراب من الأرض، ومن كل ما يمكن أن تفهمه من طبيعة الأرض، ومخلوق من عنصر آخر ألا وهو الروح التي تنزلت عليه من علياء الربوبية. فالإنسان مخلوق من عنصر آت إليه من التراب، ومن عنصر هابط إليه من السماء ألا وهو الروح. الإنسان بوصف كونه مخلوقا من تراب، إذا قطعنا النظر عن الروح التي نفخ الله عز وجل في الإنسان من روحه، قال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. إذا لاحظنا التراب فقط الذي نشأ منه الإنسان بقطع النظر عن هذه الروح، فالتراب مظهر لغرائزه الشهوانية، التراب مظهر لطبائعه الحيوانية، التراب مظهر لصفاته الأرضية الهابطة.
والتراب مظهر لأنانيته وغضبه وصفاته المذمومة المختلفة. التراب الذي نشأ منه الإنسان هو مصدر هذا كله، باعتبار أن الإنسان مخلوق من تراب تفتحت في نفسه الغرائز، الغرائز الشهوانية المعروفة المختلفة التي ندركها جميعا، تفتحت بين جوانحه الشهوات الحيوانية التي نحن والحيوانات العشماوات مشتركون فيها، تفتحت بين جوانحه الصفات المذمومة مثل الكبر، الحقد، الحسد، الطبائع المرذولة كلها، كلها إنما هي نتيجة العنصر الترابي الذي خلقت منه يا أيها الإنسان. طيب، ولكن الله عز وجل أضاف عنصرا آخر. الباري سبحانه وتعالى ماذا قال؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وأنبأ الملائكة بأنه إنما يخلقه من تراب، خلق الإنسان من صلصال كالفخار. الصلصال ما هو؟ الطين المشوي، هذا هو الصلصال. وكرر الباري هذا في محكم تبيانه، لكن ماذا قال للملائكة بعد ذلك؟ قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، إذن فالله عز وجل بعد أن خلق هذا الكائن الأول وهو سيدنا آدم من تراب الأرض، بل من نيران الأرض أيضا، لأنه خلقه من صلصال كالفخار، فهو مخلوق من تراب ومن نار، نعم، ولذلك أصبح صلصالا، نعم. الباري عز وجل قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، هذا هو العنصر الآخر. هذا العنصر الآخر عبارة عن سر هابط إلى الإنسان في مظهر الإنسان الأول أبينا آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. هذه الروح الهابطة إليه من السماء هي مصدر صفاته العلوية العظمى، هي مصدر حنينه إلى الباري عز وجل عبدا له، لاجئا إليه، مستأنسا بذل عبوديته له، ملتزما بأوامره، شاعرا بأن سعادته بالإيمان به وبالرجوع إلى ما يرضيه وبما يأمر به والابتعاد عما ينهى عنه. فأنت بروحك تحن إلى هذا كله. الروح من أين جاءت؟ من عند الله سبحانه وتعالى، والتراب من عنصر من عناصر هذه الأرض التي خلقنا الله سبحانه وتعالى منها. إذن أنت بوصف كونك مخلوقا من تراب مصدرا للصفات المذمومة المختلفة، ولذلك الملائكة عجبوا وسألوا الله عز وجل، لا سؤال مستنكر لكن سؤال متعجب، أتخلق فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ أي أن كائنا سيخلق من تراب الأرض ومن نارها لن يكون إلا شريرا، لن يكون إلا موئلا للصفات المذمومة نظرا إلى العنصر الذي نشئ منه. ترى ما الحكمة من أن تخلق كائنا يكون مآله إلى هذا؟ كيف عرف الملائكة ذلك؟ عرفوا هذا لأن الملائكة علموا أن العنصر الترابي هو مصدر لهذه الصفات المرذولة. نحن بوصف كوننا من تراب، نحن عبارة عن وعاء
من صفات الغريزية الحيوانية التي تعرفونها. كل منا يشعر بهذه الصفات وهي نابعة من كيانه، لكن هنالك الروح. هذه الروح لست أنت مصدرها، الروح سر هابط إليك من علياء الربوبية من عند الله سبحانه وتعالى. وأدق تعريف للروح كلمة سر. لم يستطيع عالم باحث مخترع عبقري أيا كان، لا في سالف الدهر ولا في حاضره ولا في مستقبله، أن يعلم حقيقة الروح. وصدق الباري عز وجل إذ يقول: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا إعلان من الله للإنسان في كل العصور أن لا مطمع لك في معرفة حقيقة الروح. لكننا نعلم شيئا من خصائص الروح، وهي أن الروح ليست نابعة من ترابية الأرض ولكنها هابطة من عند الله. روح الإنسان لا أرواح الحيوانات الأخرى، روح الإنسان تختلف عن أرواح سائر الحيوانات الأخرى كما قال العلماء. فإن نظرت إلى عنصرك الترابي فليس على وجه الأرض مخلوق شر من الإنسان، وإن نظرت إلى عنصرك الهابط من علياء الربوبية إليك إلى الروح فليس على وجه الأرض مخلوق أقدس وأسمى من الإنسان. يا عجبا، الإنسان مصدر لهذين الأمرين المتناقضين كما يقول ابن عطاء الله. والعلماء منذ القدم بحثوا في هذا الموضوع مطولا، ومن أبرز من بحث في هذا الإمام الغزالي وابن مسكويه وأبو علي بن سينا، وهو صاحب القصيدة المشهورة المعروفة التي يقول في أولها عن الروح: هبطت إليك من المكان الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع، نعم، إلى آخر أبيات معروفة ذكرتها في بعض كتبي وعلقت عليها، نعم، يتحدث فيها عن هذه الروح وكيف أنها أهبطت إلى عالم هي غريبة عنه، هي مولها السماء، أما هذه الأرض فهي غريبة عنها. ثم إنها حبست في قفص جسدك فكانت حبيسة في هذا القفص، نعم. إلى أن يقول: حتى إذا حان الرجوع إلى الحمى ودنا الرجوع إلى الفضاء الأوسع أخذت تغرد فوق ذروة شاهق، والعلم يرفع كل من لم يرفع، قد كان آبطها الإله لحكمة خفيت عن الذهن الزكي الألمع، نعم. لاحظوا ماذا يقول: حتى إذا حان الرجوع إلى الحمى ودنا الرجوع إلى الفضاء الأوسع، يعني عندما يموت الإنسان، هما أمران: جسد يتألم ويذوب وروح تنطلق وتنتعش. حقيقة الموت هكذا. ونحن الأحياء عندما نجد قريبا لنا مات ندرك الظاهرة الأولى ولكننا لا نرى الظاهرة الثانية. أنت عندما تجد قريبا لك في لحظاته الأخيرة يودع هذه الحياة، عيناك تريان الشق الأول من الموت اللي هو ألم الجسد لمفارقة الروح له، لكن عينيك لا تريان سعادة الروح بانطلاقتها من سجن هذا الجسد. هذا إذا كان هذا الإنسان غذى في حياته روحه ولم يهملها، غذى روحه كما سنذكر بالنهج الذي أمر الله عز وجل به:
فأما إذا أساء وأفسدها نعم فالأمر يختلف في هذه الحالة. إذن أولا نحن نقول ما الحكمة فعلا كما سأل الملائكة، يعني الباري عز وجل خلق هذا الإنسان من عنصر فيه الشرور التي لا تكاد تنتهي، من ترابية الأرض ومن نيرانها. هذا العنصر هو مصدر غرائزه وصفاته الحيوانية المرزولة وكبريائه وإلى آخر ما هنالك. طيب لماذا؟ لماذا أثقل الله الإنسان بهذه الصفات كلها وخلقه من ترابية الأرض؟ ثم إنه أودع فيه أعظم سر من هذه من أسرار الكون، ألا وهو سر الروح المنتمية إليه، إلى الله سبحانه وتعالى. فجمع بين أمرين يكادان يكونان متناقضين في هذا الكائن العجيب اللي هو الإنسان. لماذا يا رب؟ الجواب: لو كان الإنسان كالملائكة مخلوقين من هذه الروح الهابطة إليه من علياء الربوبية وشفافيتها فقط بدون عكر الصفات الترابية، إذن لكان هذا الإنسان كالملائكة إن أمرهم الله بالإيمان أو لم يأمرهم سيؤمنون، لأن الإيمان يصبح كالغذاء الطبيعي لهم. وسواء أمرهم الله بعبادته أم لم يأمروا، ستكون عبادة الله عز وجل لنا مثل عملية الشهيق والزفير في حياة الإنسان. في إنسان لا يمارس عملية الشهيق والزفير في حياته؟ ما في. ومن ثم يكون تسبيح الإنسان لله والتزامه بأوامره ومحبته له وانقياده لنهجه وشرعه بالطبع وبكل لذة بدون أن يشعر بما يقاوم ذلك في كيانه، إذا لا ثواب له. مشان ايش ياخذ ثواب؟ الملائكة ما لهم ثواب. واضح هذا الكلام؟ لكن الباري سبحانه وتعالى أراد أن يكون هذا المخلوق أفضل من الملائكة. كيف يكون أفضل منه؟ بأن يخلقه من عنصرين متصارعين ويأمره بأن ينتصر للروح على ترابية الأرض. فعندما يجاهد الإنسان ويبذل كل ما يملك لردع وحي الشهوات، وحي الأهواء، وحي الغرائز، وحي الرغائب، ويتسامى ويشد نفسه إلى الأعلى وإلى الأعلى مستجيبا لرغائب الروح، هذا جهاد. هو بهذا الجهاد يستأهل الأجر، بهذا الجهاد يستأهل الثواب، وبهذا الجهاد يصبح خيرا من الملائكة كما قال جمهور العلماء. واضح كيف؟ هذه هي الحكمة، وهذا معنى قول الله تعالى للملائكة: إني أعلم ما لا تعلمون، أنا أعلم لماذا خلقت هذا الكائن. هذا الكائن خلقته للابتلاء، خلقته للتكليف، ولا يكون الابتلاء إلا إذا كان مؤلفا هذا الإنسان من عنصرين متقاومين، ولا يكون التكليف إلا إذا كان هذا الإنسان مصدرا لأمرين مختلفين متناقضين، وتكون مهمته أن يتحرر من عنصر ترابيته وأن ينعش عنصر الروح التي أهبط الله سبحانه وتعالى إليه. نعم، هذه هي الحكمة. ولاحظوا هذا المعنى كيف يتجلى في قوله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة،
طبعا بعد أن خلق الله الإنسان الأول وهو آدم من صلصال كالفخار كما قال، ثم بث فيه الروح السلالة التي خلقها الله منه، خلقها من نطفة كما قال: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، السلالة من نطفة، وهكذا هذه النطفة معروفة، يعني هذا الماء الذي يتحد مع البيضة التي تكون من الأنثى فتكون منها الخلية ومنها الجنين. هذه النطفة ماذا فيها؟ ماذا يوجد فيها؟ قال الله عز وجل: أمشاج. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أي ذات أخلاط. أمشاج يعني أخلاط، ذات أخلاط. أخلاط من ماذا؟ من طبائع شتى، أخلاط من طبائع أرضية كلها مزمومة، طبيعة الأنانية، طبيعة الحسد، طبيعة الحقد، طبيعة الكبر، طبيعة حب الشهوات والرغائب والميل إلى ترابية الأرض. نعم، في طبائع أخرى آتية من الروح، الحنين إلى الله عز وجل، حب الباري سبحانه وتعالى، البحث عن الإله، الرغبة في ممارسة العبودية للواحد الأحد المالك الخالق. نعم، أخلاط من الدوافع والطبائع والصفات. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، لماذا يا رب؟ قال: نبتليه، لنبتليه بهذه الأخلاط، شيء يشده إلى الأدنى وشيء يرتفع به الأعلى، وأنت بين هذا وذاك مكلف بأن تصارع وبأن تنتصر لأي جانب؟ للجانب الأعلى. واضح كيف؟ بهذا يكون الإنسان يتجه إلى أحد مصيرين لا ثالث لهم: إما مصير الانحطاط إلى الأرض، يعني الاستجابة لترابية الأرض، يعني الانتصار بعنصرك الترابي، عندئذ تكون يا ابن آدم الشر مخلوق وجد في الكون، وإما أن تجاهد وتجاهد فتنتصر لروحانيتك على ترابيتك فتكون خير مخلوق خلقه الله، وعندئذ تستاهل الأجر. يعني أنت تستاهل الأجر لماذا؟ للجهد الذي بذلته. ولاحظوا في هذا قول الله عز وجل: إنا خلقنا الإنسان، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. لاحظوا قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أمران متناقضان، أي أمامك أحد مصيرين: إما مصير الخسران أنت عندئذ شر الحيوانات، وإما مصير السمو أنت عندئذ أفضل من الملائكة. هذه هي الحكمة من أن الله خلقنا من هذين العنصرين المتناقضين المتعارضين، حتى وكلفك الله بأن تتحرر من غرائزك، أهوائك، شهواتك، وأن تنزم نفسك المنهج الذي شرعه الله عز وجل لك، وعندئذ يكرمك بالأجر الذي ادخره لك. أما إن لم تفعل ذلك فأنت في خسران. هذا الكلام مفهوم أيها الإخوة، واضح؟ نعم. وآية هذا، لاحظوا الشق الأول: لا نهاية لمذامك إن أرجعك إليك. يعني إذا أرجعك الباري إلى ترابيتك، الروح من عند الله، إذا وكلك الله إلى ترابيتك، إلى غرائزك، لا نهاية لمذامك. يعني مذامك عندئذ كثيرة، كثيرة جدا جدا، أكثر من مذام الحيوانات العجماوات. قد يقول قائل: لا، في مبالغة بهالكلام. لا والله ما في مبالغة، والحيوانات عندئذ ستكون أفضل من الأناسج. الحيوانات أيها الإخوة، قلتها أكثر من مرة، خذوا أشرس أنواع الحيوانات: السباع الضارية في الغابات،
هل هنالك أشرس منها؟ طيب، هذه الحيوانات تمارس شراستها إنجاز التعبير وظيفة أقامها الله عليها ضمن الحدود وضمن النظام، بدافع من إبقاء الذات، بدافع من الرغبة في إبقاء الذات فقط، أكثر من هيك ما في. فطبيعة الافتراس عند هذه الحيوانات ليست طبيعة عدوانية، تخطئون إن تصورتم ذلك. هذه الطبيعة وجدت لدى هذه الحيوانات بتقدير من الله عز وجل لكي تبقي على نفسها، لكي تبقي على ذاتها. تجوع، لا بد لها من طعام. الباري عز وجل ينبه بين في نفسها شعورا بطبيعة أودعها فيها وهي طبيعة الافتراس، تخرج لتفترس، ما في غير الطبيعة طريقة هذه لبقائها، تفترس وتعود إلى مثابتها فتأكل وتشبع، وإذا بها استسلمت لصفة بعيدة كل البعد عن هذا الافتراس. تمر بها الحيوانات ولا تبالي بها بشكل من الأشكال. لماذا؟ لأن هذه الطبيعة ليست طبيعة عدوانية في الشراسة، وإنما هي طبيعة أودعها الله فيها وظيفة غريزية من أجل إبقاء الذات وهكذا. هذا نتكلم عن أشرس أنواع الحيوانات. لكن الإنسان عندما يستسلم لترابيته، عندما يرجعه الله إلى ذاته، عندما يكله الله إلى ذاته، عندما يكلك الله إليك، نعم، ويقطع ألطافه ورحمته عنك، كيف يكون حالك؟ يكون حالك شرا من كل أصناف الوحوش، لأن عدوانك عندئذ لن يكون من أجل دافع بقاء الذات، وإنما يكون عدوانك بدافع من العدوان ذاته، نعم. فأنت في هذه الحالة تحقد على من هو أغنى منك، وبمجرد أن تجد إنسانا يتسامى عليك تندفع إلى مقاتلته، تندفع إلى أخذ كل ما يملكه من أجل أن تضيفه إلى ذاتك. وعندما تجد نفسك تملك من القوة والقهر ما تستطيع أن تمتلك به هذه الكرة الأرضية وتضعها تحت إيدك، لا تبالي أن تقتل كل من على هذه الكرة من أجل أن تضع هذه الكرة تحت إيدك، يعني من أجل أن تسد جوعك، لا، من أجل أن يعني تنال حاجتك من الطعام والشراب، لا، من أجل ماذا؟ هكذا، من أجل العدوان، من أجل تغذية مشاعر الاستكبار، من أجل تغذية مشاعر الهيمنة. هي ما موجودة عند الحيوانات أبدا. إذا من هو أشرس حيوان على وجه الأرض إن وكل الله هذا الحيوان إلى ذاته؟ من؟ الإنسان. وانظروا إلى واقع الدنيا التي من حولنا، تجدون مصداق هذا الذي قاله رسوله، قاله الله سبحانه وتعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. أسفل سافلين، نعم. عندما تلاحظون الواقع الجاري اليوم تدركون مصداق هذا الذي يقوله لنا الله ويبينه لنا ويشرحه لنا ابن عطاء الله في هذه الحكمة. أمريكا الآن مثال لهذه الوحشية التي لا حد لها، والتي لا سقف لها، والتي لا تخضع لمقياس من الرغبة في يعني إبقاء الذات. هي تملك، لها من القوة ما يجعلها تطمئن على مملكتها وأرضها وديارها وكل ما هنالك، ومع ذلك فهي تصر إصرارها على أن تكون الدنيا كلها طوع بنانها. ألا تلاحظون ذلك؟ كلمة العولمة عبارة عن إعلان لهذا المعنى، كلمة النظام العالمي الجديد عبارة عن إعلان لهذا، كلمة التهديد لكل من يمارس الإرهاب عبارة عن هذا المعنى. يعني نحن لسنا عبارة عن
يعني مجموعة حمقى تستحمقنا أمريكا، لا نحن نعلم، إنما تهدد العالم الذي يترامى من حولها بمقاتلة كل من يتسمون بالإرهاب. ما الإرهاب؟ شو الإرهاب؟ كلمة مطاطة الإرهاب، أي كل من يعارض نهجه مصالح أمريكا، كل من يعارض نهجه مصالح أمريكا. طيب ومصالح أمريكا ما حدودها؟ هل حدودها أمنها؟ يا ريت. هل حدودها طمأنينتها؟ يا ريت. هل حدودها ممتلكاتها التي لا غنى لها عنها؟ يا ريت. لا، لكن شو مصالحها؟ مصالح الهيمنة على العالم. إذن فكل من يمنعها من أن تهيمن على العالم إرهابي، ومن ثم يجب أن يقاتل. واضح هذا الكلام؟ وهذا الكائن مستعد أن يملأ رحاب الأرض دماء بكل الوسائل الممكنة، والوسيلة التي ترونها أو تسمعونها في فلسطين وسيلة من هذه الوسائل، مستعد أن يحيل الأرض إلى برك الدماء في سبيل مصالحها. وكما قلت لكم، مصالحها ليست عبارة عن ضروريات، يعني أسباب العيش ومقومات الحياة كما نشعر نحن، هذا من حقها، هذا من حقها، لا، مصالحها تتمثل في هيمنتها على العالم. أنا الآن أسأل، إذا وضعنا وحوش الغابات كلها بكل أصنافها في كفة، ووضعنا هذا الكائن الذي أتحدث عنه في كفة، أيهما أضرى وحشية وفتكا وإجراما وهمجية؟ أيهما؟ ما في نسبة. هذا الإنسان الحيوان موظف وظيفة، شرعة الحيوانات هابطة من عند الله، بس بالغريزة تمارسها، مو بالكتابة والقوانين والمادة الأولى والمادة الثانية، لا، ما عنده هذه القدرة. رب العالمين نعم يسلك بها السبل التي تتكفل بحياته. كلكم رأى السباع الضاري عندما يكون سبع منها شبعان، بقايا طعامه موجود إلى جانبه، يغمض عينيه ويستسلم للرقاد، وتمر الحيوانات على مقربة منه على أو بعيدا عنه فلا يبالي أبدا، صح ولا لا؟ نعم. لكن الإنسان الشرس عندما يعيده الله عز وجل إلى ذاته كما يقول ابن عطاء الله، ويكله إلى ذاته، إلى ترابيته، نعم، مفصولا عن ألطافه ووحي روحه الهابطة من الملأ الأعلى، يتحول إلى حيوان شرس. شراسته ليست وظيفة للإبقاء على ذاته، وإنما هي عبارة عن لغة العدوان، لغة العدوان، ومعنى العدوان معروف، ما هو العدوان؟ نعم. وإلا طيب، لو أن للوحوش الضارية لسانا تنطق به كما ننطق، ولو أنها استعارت لغتنا التي ننطق بها، ورأت هذا الذي وقع في فلسطين، نعم، من هذا الدمار، هذه البيوت بالعشرات التي حطمت وهدمت فوق رؤوس أصحابها، ذكورا نساء صغارا، كله بهذا الشكل، نعم، لو كانت لهذه الوحوش ألسن تنطق بها ولغة كلغتنا، لرأيتم بكاءها، ولسمعتم أنينها، ولسمعتم لغتها التي تعبر بها عن تقطع أكبادها، وهي من؟ وحوش الغاب. في حين أن أمريكا تنظر كما تنظرون، ترى هذه الصور، الإدارة الأمريكية تنظر إلى ذلك كله، أين هي إنسانيتها؟ أبدا. أين هي مشاعرها؟ أبدا. لماذا؟ لما يقوله ابن عطاء الله، لا نهاية لمذامك إذا أرجعك إلى ذاتك. أرجعهم الله إلى ذواتهم، أي قطع وحي الروح الهابط إليهم، قطع هذا الوحي عنه، ومن ثم تقطعت ألطاف الله عنهم. ألطاف الباري عز وجل
تنسكب إلينا عبر نفق يصل إلينا هو هذه الروح. الروح نعم بها تناجي الله، بها تشعر بألطاف الله، بها تشعر بالحنين إلى الله سبحانه وتعالى. فالباري قطع هذا كله، عندما قطع هذا كله استحال هذا الإنسان اللطيف الذي يضرب به المثل الإنسان المدني إلى آخر ذلك إلى ماذا؟ إلى حيوان ضار نعم تخافه وحوش الغابات. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها جيد. طيب ما الذي يقلل مخالب الإنسان ويروده ويرفعه عن هذه الحالة؟ الفلسفة أبدا، إطلاق. القانون أبدا، موسوعة جستنيان موسوعة قانونية كثيرة كبيرة ما أفادها شيئا وفعلت كما يفعل اليوم هؤلاء الناس. نعم تاريخ الرومان معروف، ثقافة لا، القانون لا، الفلسفة لا. إذا ما الذي يروض الإنسان؟ لا يروضه إلا شيء واحد، هو أن يعود إلى روحه فيصغي إلى وحيها، يصغي إلى حديثها. كيف؟ بواسطة الرجوع إلى وحي الله عز وجل، أي بواسطة خطاب الله المنزل إلينا. أنا عندما أعود إلى روحي الموجودة بين جوانحي والتي تنبض بمشاعر العبودية، كيف أترجم حنين الروح؟ بالقرآن الذي أقرأه، بهذا الكتاب الذي خاطبني الله عز وجل به، أعود من خلال ذلك إلى ذاتي. أفكر في نفسي، لك أنا ما لي عبارة عن وحش وبس، لك أنا ما لي عبارة عن مخلوق من تراب وبس، أنا إنسان قذف الله بين جوانحي هذه الروح، لماذا تجاهلتها؟ لماذا أهملتها؟ أعلم هذا بالمنطق، أن لي روحا هابطا إلي من عند الله، وأن الله أرسل إلي رسلا، وأن الله كلفني بتكاليف، فأصغي. وعندما أجد نفسي عاجزا ألتجئ إلى الله، أقول يا رب تباركني بلطفك، يا رب أكرمني بعنايتك، يقول لي الله لبيك. عندئذ يصل السلك، سلك العناية الإلهية عبر الروح يصل إلي. فإذا وصل إلي رق قلبي بعد غلظة، ورقت مشاعري بعد أن كانت قاسية كما يقول الله، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. شوف الكلام اللي بني آدم عم يقوله، يرق قلبك، ترق مشاعرك، تشعر بإنسانيتك. من جت الإنسانية؟ من عبوديتك لله، من طرقك باب الله عز وجل. تقول كما كان يقول الربانيون في الأثر: اللهم لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير، وإني لا أثق إلا برحمتك. شوف مناجات الإنسان لله عز وجل: يا رب نفسي أمارة بالسوء، يا رب نفسي الشر حيوان خلقته، يا رب لا تكلني إلى نفسي، لا 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 تكلني إلى نفسي، فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير، وإني لا أثق إلا برحمتك. يعني أنا ما أثق بنفسي، أنا أثق برحمتك، فيا ربي لا تبعدني عن جلى رحمتك، وأذقني برد إحسانك ولطفك. لما تلجأ إلى الله وتطرق باب الله كعبد، تتفتح النواحي الثانية بقى، العنصر الثاني في كيانك، عنصر الروح يقوى ثم يقوى ثم يقوى، ثم تهيمن هذه الروح على كيانك. عنصرك الترابي بعد أن كان ثائرا متمردا أصبح راقدا، بصير خاضع بقى العنصر الترابي لسلطان الروح، بالعكس تماما، بصير خاضع لسلطان الروح. ويا عجبا، انظروا إلى ذلك العالم ذاته، أمريكا، يكون واحد من أولئك الناس من شر الناس في سلوكه، في فساده، في أخلاقه، في إباحيته، نعم، لكن في يوم من الأيام، الخطوة الأولى هي الناحية العقلانية، في يوم من الأيام يفكر
يحاول أن يصحو إلى عقله فيصغي إلى كلام عقله، إما أنه يقرأ مثلا القرآن مترجم أو غير مترجم، أو يقرأ كتاب من الكتب الإسلامية التي يتحدث فيها أصحابه عن الإسلام وعن الله، أو حديث من أحاديث رسول الله، أو يدرس سيرة سيدنا رسول الله، فتتفتح بين جوانحه مشاعر جديدة فيركن إليها، يستأنس بها شوي الخار شوي الخار شوي الخار، وإذا به بدأ يشعر بغذاء ما كان يشعر به، أخذ يستسلم لغذاء هذا شيء روحاني. هذا الغذاء لم ينجي للروح اللي كانت ظمأة، للروح اللي كانت جائعة بين جوانحه، ما في غير عن الله حيظ جسمه وغريسه وبس. طيب بعد حين انظر إليه تجد أنه انبثق عنه مخلوق آخر، مخلوق آخر شفاف روحاني رقيق المشاعر. عندما ينظر إلى هذه المآسي يبكي ويتألم، هو نفسه واحد منهم أمريكي. نعم، لماذا؟ مصداقا لهذا الكلام، بالأول شو كان؟ كان يصدق عليه الفقرة الأول: لا نهاية لمذامك إذا أرجعك لنفسك، كانت هيك حالته، ولكن لا تفرغ مدائحك إن أظهر جوده عليك. لما طرق باب الله عز وجل إيش الجواب؟ لو وسهلا، الباري عز وجل يقول لبيك لمن يطرق بابه. نعم، هذا المعنى. وكم 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 من أشخاص أمريكان، نعم، كانوا في مستوى الحكم في يوم من الأيام، كل يوم تجد الواحد منهم يلازم محراب العبودية لله عز وجل. هل لاحظتم الإنسان كيف يكون هذا المخلوق العجيب؟ إما أن يكون الشر مخلوق، شر مخلوق على وجه الإطلاق، وإما أن يرقى ويرقى ويصبح كالملائكة، بل خيرا من الملائكة إن استقام على سنن الرشد، إن استقام على سنن الرشد. أنا سمعت محاضرة لإنسان أمريكي كان عضوا في الكونغرس، يلقي محاضرة يتحدث فيها عن هذه المآسي والكوارث التي تجري اليوم على أرض فلسطين. ماذا قال؟ قال: أنا أقول لكم بحق، أنا أشعر بالعار عندما أنتسب إلى أمريكا، عندما أتذكر أنني أمريكي وأنظر إلى حكومتي التي تحتضن وترعى هذه الوحشية الهمجية التي لا يمكن أن تقرها الإنسانية. طيب كيف صار يحكي؟ بالأول ما كان عنده هذا الشعور. هذا سبب أنه ذاق معنى الروح الجانب الآخر والتجأ، صار عنده مشاعر دينية. جيفري لانج، وكم حدثتكم عنه وعن كتابه الذي أصدره بعد أن دخل الإسلام، وكيف كان وكيف صار. نعم، إذن لا نهاية لمذامك إن أرجعك الله إلى ذاتك، أي إن وكلك إلى ذاتك، ونسأل الله العفو والعافية أن لا يكلنا إلى ذاتنا. نعم، ولا تنتهي أو لا تفرغ مدائحك، نعم، إذا أظهر جوده عليك، يعني رعاك حفاك حماك لطف بك، وأنت بلطف بك بدك تطرق الباب الأول، وطرقك الباب ما بيكلف كتير، بتقول يا رب بس بصدق، قل له يا رب أنا عائد إليك، يا رب أنا ملتفت إليك، يا رب أنا مؤمن بك وأنا أريد أن تنتشلني، خذ بيدي يا إلهي. الباري عز وجل يقول لك لبيك، أنت لا تقدر تعمل شيء، لكن الباري ينجدك. بس لما بتقول يا رب، مين اللي عم يقول يا رب؟ روحك الهابطة من الملأ الأعلى. الواقع أن هذه الحكمة لها أيضا أبعاد أخرى، لكن يضيق الوقت عن يعني متابعتها، لعلنا نتابعها في وقت آخر. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تجمع أمر هذه الأمة شعوبا وقادة على ما يرضيك. اللهم ألهم شعوب العالم الإسلامي وقادتها أن يعودوا إلى نهجك، وأن يتوبوا إليك، وأن يصطلحوا معك، وأن يخلصوا دينهم لك يا رب العالمين. اللهم أكرمهم بنعمة الصدق،
اللهم اجعل قلوبهم متفقة مع ألسنتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهديهم إلى سواء صراطك المستقيم. اللهم اجمع كلمتهم على ما يرضيك. اللهم إنا نسألك بعزة ربوبيتك أن تحطم كبرياء الطغاة من عبادك يا رب العالمين، وأن تسقط عليهم سياط مقتك وعذابك وقهرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بجبروتك أن تنزل جام غضبك على أعدائك وأعداء دينك، وأن تشفي غليل المؤمنين من عبادك بانتصارك لدينك يا رب العالمين. اللهم انتصر لدينك، اللهم انتصر لدينك، اللهم انتصر لدينك. اللهم رد عن دينك كيد الكائدين، اللهم رد عن دينك كيد الكائدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. استجب اللهم دعاءنا وحقق اللهم رجاءنا ولا تخيب آمالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن لم نكن نحن أهلا لاستجابتك دعاءنا فأنت أهل لأن تستجيب يا رب العالمين. يا رب إن معاصينا لا تضر وإن طاعاتنا لا تنفع، فاغفر لنا ما لا يضر وتقبل منا ما لا ينفع، واستجب دعاء عبادك، لا ترد أكفنا خائبة. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا من هو الغني يا الله، نحن فقراء، نحن لائذون ببابك، نسألك بافتقارنا إليك أنت لا أن لا تردنا خائبين. وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.